السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سنتعرف على أخطر سجن في العالم، ليس له أبواب مثل باقي السجون، ومن يدخله لا يحلم برؤية النور مجددا. إنه سجن قارة الغامض، وهو السجن الوحيد الذي لا يملك بابا. دخل إليه المئات ولم يستطع أحد الخروج منها. يوجد هذا السجن المريب تحت الأرض في مدينة مكناس المغربية. يقال أن مساحته مجهولة، والذي يدخله لا يخرج منه أبدا. وهو سجن بناه السلطان المغربي المولي إسماعيل عام 1645 إلى عام 1727 لكي يسجن فيه المجرمين والمعارضين له ولحكمه. ويقال أيضا أن الشكل الهندسي للسجن على شكل دهاليز ومتاهات معقدة للغاية. في كل قاعة يوجد عدة ممرات، كل ممر يقود إلى قاعة أخرى، بحيث أنك إذا توغلت فيه ولو قليلا من شبه المستحيل أن تجد طريقك للخروج مرة ثانية، ومن الصعب أن تعود من حيث أتيت. ومساحة السجن غير معروفة حتى الآن، وهناك من يقول أنه بمساحة مدينة مكناس، وهناك من يقول أنه يمتد إلى عشرات الكيلومترات تحت الأرض، وربما هو السجن الوحيد في العالم الذي لا يمتلك بابا. إذن كيف يدخل السجناء إليه؟ يقال أنه يحتوي على عدة ثقوب في السقف، حيث يرمى السجناء من داخل الثقوب، كما يلقى إليهم الطعام من نفس الثقب. إذن السجن بمثابة سجن مؤبد. هناك رواية تقول أن المولي إسماعيل جعل للسجن مخرجا واحدا في مكان ما، والذي يجده فهو حر، ولكن مع الأسف لا أحد تمكن من العثور عليه. وهناك من يتساءل لما لا يتم استكشاف هذا السجن للتعرف على أسراره. السبب ببساطة أنه لا يوجد من يملك الشجاعة للدخول هناك. اعتقاد سائد بأن السجن مسكون بالجن والعفاريت، أي أنه مكان ملعون بشكل من الأشكال. الكثير من المغامرين حاولوا استكشافه، وكانت النتيجة أن من دخله لم يرجع أبدا. كانت واحدة من تلك المحاولات هي لفريق من المستكشفين الفرنسيين في التسعينيات، عندما قاموا بتحضير كافة التجهيزات اللازمة والمعدات الحديثة لصبر أغوار سجن قارة، وكانت النتيجة مأساوية. فقد اختفى الفريق، ولا يزال مصيره مجهولا إلى يومنا هذا. بعد هذه الواقعة قامت السلطات بإغلاق السجن بجدار من الأسمنت، وتركت قاعة واحدة فقط للسياح. لكن ظهرت كائنات غامضة وأصوات مريبة تسمع ليلا في هذه المنطقة مع اختفاء الأشخاص، وهذا ما يدعم ويؤيد وجود العفاريت في هذا السجن الغامض. وفي النهاية إذا أعجبك الفيديو لا تبخلوا علينا بعمل